السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلامذتنا الأعزاء، مرحبا بكم في الدرس الأول من دروس مادة التربية الإسلامية. هذا الدرس الذي سوف نتطرق من خلاله إلى سورة الحديد، انطلاقا من الآية 15 إلى الآية رقم 23 إن شاء الله. إذا قبل الشروع في الدرس، لا بد من بعض التوجيهات العام حتى يكون الدرس فعال إن شاء الله. هذه الدروس موجهة لطلاب السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، المرحلة الإشهادية طبعا. من أجل استيعاب أفضل لهذه الدروس، يستوجب اتباع التعليمات الآتية. طبعا لأن الدرس عن بعد يختلف عن الدرس المباشر الذي يكون فيه التفاعل بين الأستاذ والمتعلم تفاعلا مباشرا. إذا التعليم عن بعد، تلميذ في بيته، أستاذ في مكان آخر، فكي يستفيد المتعلم من هذا الدرس لا بد من اتباع هذه التعليمات إن شاء الله وتطبيقها تطبيقا جيدا. إذا أولا، لا بد من توفر متعلم على اللوازم الدراسية المتمثلة في الكتاب المدرسي، دفتر الدروس ودفتر التمارين. إذا كما في المؤسسة التعليمية في الفصل الدراسي يتوجب عليك أو يتوجب عليك حضور إحضار الكتاب المدرسي ودفتر الدروس ودفتر التمارين، فكذلك وأنت جالس في أي مكان الآن تتابع هذا الدرس، لا بد أن يكون معك الكتاب المدرسي، دفتر الدروس ودفتر التمارين. الكتاب المدرسي وثيقة نحتاجها في بعض الأحيان ونقوم بتوظيفها في الدرس، دفتر الدروس طبعا لكتابة الدرس، دفتر التمارين لإنجاز الواجبات أو أي مهمة طلبت منك. اتبع الخطوات المتبعة في الشرح، حيث إذا طلب منك إنجاز أي عمل فقم بإيقاف الشريط وأنجز الواجبات المطلوبة، ثم عد وأكمل الشريط للتأكد من صحة إجابتك. وهكذا ستكون أنت أيضا مشارك فعال في بناء الدرس ولست مجرد متلقي سلبي كما أشرنا إلى ذلك. إذا طلبت منك أي مهمة فأوقف الشريط، أنجز هذه المهمة، ثم أو أجب عن السؤال أو تفاعل أو اقرأ، ثم بعد ذلك قم بإعادة الضغط على الشريط لمواصلة الدرس، و إما سوف تكمل الدرس أو سوف تتعرف على الإجابة الصحيحة أو تصحيح التمرين أو النشاط الذي طلب منك. المطلوب منك كتابته. إذا بما أننا في كما قلنا في درس تفاعلي عن بعد، فالتلميذ قد يتساءل ما هو المطلوب مني كتابته، وما الذي لا يجب علي كتابته، وما هو الذي يعتبر مجرد تمرين، وما الذي يعتبر مضمونا للدرس. إذا من أجل هذا قمنا بوضع علامات رئيسية في هذه الشاشة. إذا اعتبرنا أن هذه الشريحة عبارة عن السبورة التي تتواجد في الفصل الدراسي، قمنا بوضع علامات في هذه الشريحة، ثلاثة علامات. هناك اللون البني، اللون الأصفر، ثم اللون الأزرق. هذا سوف نشرحه بالتفصيل إن شاء الله. إذا تابع معي. المطلوب منك كتابته في دفتر الدروس هو كل ما كتب باللون الأزرق والأخضر، حيث سيتم استعمال اللون الأخضر لكتابة العناوين الكبرى الخاصة بكل مرحلة، واللون الأزرق لكتابة مضمون كل مرحلة من مراحل الدرس. إذا وجدت الشريحة توجد فيها العلامة الزرقاء وما كتب باللون الأزرق، فأنت مطالب أو أنت مطالبة في هذه الحالة بكتابة مضمون هذه الشريحة. إذا ما كتب في هذه الشريحة فهو يعتبر من مضمون الدرس، وأما ما كتب باللون الأسود فهو يعتبر شرحا للدرس فقط، لست مطالبا بتدوينه. مثل هذه الحالة الآن، مضمون هذه الشريحة الآن كتب باللون الأسود، أنت لست مطالب بكتابة هذه التوجيهات، هي فقط للشرح والتوجيه. إذن للتوضيح أكثر، تم وضع ثلاثة علامات رئيسية في الشريحة كما أشرت إلى ذلك سابقا.
اللون الأحمر في الشريحة يدل على أن ما سيتم عرضه شرح للدرس. إذا وجدت هنا اللون البرتقالي أو الأحمر، فهنا ما هو موجود في الشريحة يعتبر شرحا للدرس فقط. اللون الأصفر يعتبر نشاطا تفاعليا بينك وبين ما سيتم عرضه، مثل الأنشطة وإنجاز مهمة معينة في دفتر التمارين. إذا تغير اللون هنا وهنا بالأصفر، فأنت مطالب بإنجاز نشاط معين، إما قراءة، إما تمرين كتابي أو شفوي. اللون الأزرق يعتبر مضمونا للدرس، وهو ما يتطلب منك كتابته في دفتر الدروس. إذا كما أشرنا ذلك، إذا وجدت اللون الأزرق فهنا يعتبر المضمون مضمونا للدرس، أنت مطالب بكتابته. نصل الآن إلى مراحل الدرس. عندنا عدة مراحل سوف نمر منها خلال الدرس. هذه المراحل مثل التي توجد في الحصة في الفصل الدراسي. عندنا تقويم تحصيلي، تمهيد للدرس الجديد. التقويم التحصيلي أقصد به هو مراجعة السطر السابق من الصورة، تمهيد للدرس الجديد، تلاوة المقطع القرآني الذي معنا، قاعدة التجويد في هذه الحصة وهي قاعدة الإخفاء. ثم بعد ذلك هنا تنتهي الحصة الأولى، ونشرع في الحصة الثانية إن شاء الله عبر شرح المفردات الصعبة، التعرف على معاني الآيات سواء العامة أو الجزئية، أنشطة التقويم، الدروس والقيم المستفادة من الدرس. إذا 8 مراحل سنمر منها إن شاء الله خلال تناولنا لهذا الدرس. على بركة الله. إذا نبدأ أول شيء تقويم تحصيلي للشطر الأول من سورة الحديد. إذا لاحظ أيها التلميذ، أيتها التلميذة، لاحظوا معنا في الشريحة يوجد اللون الأصفر. ماذا قلنا؟ اللون الأصفر تعتبر الشريحة في هذه اللحظة عبارة عن تمرين أنت مطالب بإنجازه، نشاط يجب أن تقوم به. هذا النشاط يتمثل في سؤال من خلاله سوف نذاكر الحصة السابقة. السؤال كالتالي: بين أو بيني ما يلي. الهدف من سورة الحديد أهم ما تعرفنا عليه في الشطر الأول من سورة الحديد. إذا تقوم بإيقاف الشريط، تجيب عن هذا السؤال، ثم عد وأكمل الشريط. فأرجو أن تطبق هذه التعليمات حتى نستوعب الدرس بطريقة جيدة إن شاء الله، ويكون الدرس مفيدا. إذا على بركة الله، الهدف من سورة الحديد. تطرقنا إلى هذا في الحصة الماضية من سورة الحديد، أي حصة سورة الحديد الأولى، الشطر الأول، حينما تعرفنا على اسم السورة، عدد آياتها، ترتيبها إلى آخره. تطرقنا كذلك إلى الهدف من سورة الحديد. إذا الهدف، تركز سورة الحديد على موضوع الإيمان وأثره، الإيمان وأثره وأهميته في الحياة الدنيا والآخرة، وهذا هو ما أشار الله إليه من خلال اسم السورة الحديد، حيث يشير الله عز وجل إلى المؤمنين إلى أن إيمانهم بالله عز وجل يجب أن يكون مثل هذه المادة الصلبة. إذا باختصار، سورة الحديد تركز على موضوع الإيمان، الإيمان الذي سبق وأن شرحناه في عدة دروس، وهو التصديق الجازم اليقيني بأركان الإيمان التي تتجلى في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان ينعكس على الفرد حيث يظهر أثرا في الحياة. هذا الأثر سوف نرى أمثلة عليه، وهو ما تعرفنا عليه في الشطر الأول من سورة الحديد. إذا هذا الهدف أشار الله إليه في اسم السورة، اسم السورة الحديد. كيف هو الحديد؟ سبق أن ذكرنا ذلك. إذا الحديد بماذا يتميز؟ يتميز، كل إنسان في الدنيا يعرف أن الحديد يتميز بصلابته وقوته، هذه المادة التي نستخدم النار من أجل انصهارها وذوبانها. إذا يجب على المسلم أو أن يكون إيمانه، والمسلمة أن يكون إيمانها مثل هذه المادة قوية. ثم بعد ذلك نعرج على أهم ما تعرفنا عليه في الشطر الأول من سورة الحديد. إذا تعرفنا على أهمية الإيمان بالله عز وجل من خلال أسمائه الحسنى، أهمية وجود أثر الإيمان في حياتنا مثل الإنفاق، هذا هو الأثر الذي أشرت إليه، الإنفاق، الصلاة،
الصبر، الإحسان إلى آخره. ثم الإخلاص في عملنا تجنبا لأحوال المنافقين الذين يظهرون إيمانا مزيفا، كما رأينا في الحصة أيضا أن المنافق أيضا يصلي، يقرأ القرآن، يقوم بالخير، لكن نيته ليست لله بل هي للناس. ثم أخيرا جزاء المؤمنين، حيث يذهبون إلى جنات النعيم والمنافقون يذهبون إلى نار الجحيم. إذا بعدما قمنا بمراجعة بسيطة للدرس السابق، نقوم الآن بالشروع في الدرس الموالي إن شاء الله، درس سورة الحديد من الآية 15 إلى الآية رقم 23. إذا المطلوب منك في هذا الدرس أن تتعرف على أن تستخلص قيمة الخشوع عند ذكر الله عز وجل، أتعرف على بعض أسباب ضعف الإيمان، أعي أثر الإيمان بالقضاء والقدر في الحياة الدنيا. ثلاثة أهداف يستوجب منا تحقيقها في هذا الدرس إن شاء الله. المرحلة الثانية هي تمهيد للدرس. قبل أن نبدأ في هذا الدرس سوف نشاهد مقطعا مصورا يساعدنا على فهم الدرس. هذا المقطع عبارة عن قصة وقعت لشخص مهنته هو سائق أجرة، سوف تقع معه قصة معبرة وجميلة جدا. هذه القصة سوف تساعدنا بشكل كبير على فهم آيات سورة الحديد التي سنتعرف عليها في هذه الحصة إن شاء الله. إذا على بركة الله نشاهد المقطع ثم نعود بعد ذلك. كنت شغال سواق تاكسي في الفترة من 2004 ل 2008، وفي يوم وأنا سايق في أحد شوارع اسكندرية والكاسيت شغال على سورة الحديد، شاور لي راجل مسن أعتقد فوق ال60 سنة وطلب مني توصيلة لمنطقة كرموز. وإحنا في الطريق كان التون بتاع الآيات بيعلى وبيجلجل، وبدأت ألاحظ على الراجل انفعالات مش طبيعية، التفات ناحية الكاسيت وفرك في الإيدين وهز للركبتين، لحد ما جت الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهنا بقى انفجر الراجل في البكاء، بكاء مش عادي، بكاء هستيري. خلاني ركنت على جنب وطفيت الكاسيت عشان أشوف إيه الحكاية. لقيته طلب إني أشغله تاني وأعيد المقطع اللي فات، شغلته من هنا وهو رجع يعيط تاني زي الأول. استنيت لحد ما الصورة خلصت وهنا بدأ يتكلم: معلش يا ابني، أنا عمك مسعد وكنت مريض بالقلب، وكانوا ولادي بيودوني لدكتور جارنا لما تجيلي الأزمة بالليل، وفي يوم تعبت ورحنا له كالعادة بس هو عمل نفسه نايم ومرضيش يفتح لنا، فعيالي ودوني مستشفى حكومي وانت عارف بقى هناك محدش بيهتم بحد. المهم أنا قلت لولادي إني بقيت كويس عشان يروحوا، لأنهم على باب الله وعندهم أشغال الصبح. وبعد ما روحنا تعبت جدا ونزلت قعدت على ترعة المحمودية وكنت بدعي ربنا كتير انه يشفيني، لحد ما بكيت وخرجت عن شعوري وقلت له: انت بتعمل فيا كده ليه؟ عشان ما بصليش؟ خلاص اشفيني واوعدك بعد كده اني مش هسيب ركعة. وزاد الالم عليا ولقيتني وقتها بزعق واقول له: كفاية بقى، هو انا ما صعبتش عليك ولا ايه؟ ولقيتني بعدها بهدى وبروح في النوم، وصحيت بعد شوية وانا تمام التمام، ومن يومها ما جاتليش الأزمة تاني، ومن يومها برضه وأنا ما صليتش ولا ركعة. وحسيت إن اختار الوقت اللي ركبت معاك فيه علشان أسمع كلامه وكأنه بيعاتبني. ما تفكرش إني خايف لا يرجع لي المرض تاني، لا والله أنا بس مكسوف منه عشان هو صدق معايا وأنا ما طلعتش عند كلمتي. إذا عد بعد مشاهدتنا لهذا المقطع المصور الذي يحتوي على قصة معبرة. هذه القصة لها علاقة وطيدة بدرسنا اليوم إن شاء الله. إذا نقوم بتحليل هذا المقطع المصور حتى نستوعبه بشكل أكبر. إذا لدينا هنا كما تلاحظون الشريط
باللون الأصفر في الأسفل والأعلى، ماذا يعني هذا؟ إذا صحيح يعني أننا سوف ننجز مهمة معينة. إذا المهمة تتمثل في تحليل الشريط المصور. عندنا 3 أسئلة المطلوب منك الإجابة عنها. قم مرة أخرى بمشاهدة الشريط مرة ثانية مرة ثالثة حتى تستوعبه بشكل جيد، ثم أجب عن هذه الأسئلة. حدد أو حددي من خلال الشريط المصور. إذا حدد من خلال الشريط المصور 3 أشياء: الشخصيات، الأحداث الرئيسية، الإشكالية المتعلقة بالمقطع. إذا سوف تستخرج الشخصيات، سهلة جدا، الأحداث الرئيسية، هناك حدث رئيسي في القصة، في الشريط، ثم الإشكالية التي هي عبارة عن سؤال نطرحه لكي نجيب عنه في نهاية الحصة أو نجيب عنه من خلال مراحل الدرس. إذا قم بإيقاف الشريط، أجب عن هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك عد لتتعرف على الإجابة الصحيحة. إذا أرجو أن تكونوا قد أجبتم على الأسئلة 3. إذا بعد ذلك نتعرف على الإجابة. إذا السؤال الأول، حدد الشخصيات. سؤال سهل جدا، سائق سيارة الأجرة والرجل المريض بالقلب الذي ركب معه. الأحداث الرئيسية، رجل مريض بمرض القلب وعد الله بالصلاة بعد شفائه من مرضه، وبعد شفائه من مرضه أخلف وعده مع الله عز وجل وتغافل عن عبادته. تغافل عن عبادته. الإشكالية، ما سبب إخلاف الرجل لوعده مع الله عز وجل؟ إذن نشرع إن شاء الله في التعرف على تحليل على الإجابة الصحيحة لهذه الإشكالية انطلاقا من تلاوة المقطع القرآن. إذن الشريط باللون الأصفر، إذن أنت مطالب بتلاوة هذه الآيات معنا، أو إيقاف الشريط وخذ الكتاب المدرسي المقطع الثاني من الآية رقم 15 إلى الآية رقم 23. قم بتلاوتها بطريقة جيدة متأنية بطيئة، حاول تطبيق قواعد التجويد التي تعرف قدر المستطاع التي تعرفت عليها، ثم بعد ذلك عد وأكمل الشريط. إذا أنا سوف أتلو هذه الآيات، إذا أردت أن تتلو معي في نفس اللحظة أو توقف الشريط وتتلوها لوحدك، ثم بعد ذلك تعود للشريط وتكمل الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. إذا أعزائي التلاميذ، بعدما قمنا بتلاوة المقطع القرآني المخصص للشطر الثاني من سورة الحديد، سوف نقوم بالتعرف على سبب نزول هذه الآيات، والأمر يتعلق بآية واحدة فقط وهي الآية رقم 16. إذن سبب نزول الآية رقم 16: أخرج ابن المبارك في الزهد عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأصابوا من العيش ما أصابوا بعدما كان بهم من الجهد، فكأنهم فطروا عن بعض ما كانوا عليه، فنزلت الآية قوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآن. إذن هذا السبب إذا قمنا بتحليله فسنلاحظ أنه يشبه كثيرا القصة التي قمنا بمشاهدتها في الشريط المصور كما ذكرنا ذلك سابقا. إذن يقول ابن المبارك الذي يحكي هذا السبب، قال: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، إذن عندما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة المكرمة إلى المدينة فأصابوا من العيش ما أصابوا بعدما كان بهم من الجهد. إذن في مكة كلنا يعرف الأحوال التي كان عليها الصحابة في مكة، كيف كان يعيش الصحابة في مكة؟ صحيح كانت أحوالهم جد صعبة جدا، يعانون من التعذيب، يعانون من القتل، يعانون من الهجرة. رأينا أنهم هاجروا من مكة إلى أماكن متفرقة، مثلا في السنة الثانية قمتم بدراسة الهجرة إلى الحبشة، التعذيب، التهميش، الجوع. إذا كل هذه العوامل كانت تؤثر في الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك كانوا يقاومونها ويظهرون قوة إيمانية كبيرة جدا. بعدما هاجروا إلى المدينة أصابوا من العيش ما أصابوا، إذا تغيرت أحوالهم، أصبحوا في أمان، حصلوا على أكل جيد، حصلوا على مأوى، حصلوا، إذن لم يعد ذلك الخوف وتلك الرهبة التي كانوا يعانون منها في مكة المكرمة. فكأنهم فطروا، أي تقاعسوا عن العبادة. في مكة كانت هناك، رغم أن في مكة لم تكن هناك عبادات كثيرة، لكن كانت
عندهم عزيمة، عندهم صبر، عندهم يظهرون معاني إيمانية، آثار إيمانية كثيرة. فكانوا في مدينة تقاعسوا قليلا عن هذه العبادة، فأنزل الله هذه الآية كأنها عتاب غير مباشر لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فيقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن يعودوا مرة أخرى إلى الخشوع، إلى الإيمان القوي، إلى المجاهدة، مجاهدة النفس، إلى مجاهدة العوامل التي تؤثر في النفس. إذن هذه هي الرسالة التي وجهها الله عز وجل للصحابة رضوان الله عليهم، ولنا أيضا مهما رغم اختلاف الزمان والمكان من خلال هذه الآيات الكريمة. وإذا تأملنا المقطع المصور، الرجل الذي كان يعاني من مرض القلب وقام بدعاء الله عز وجل لأنه سوف يقوم بالصلاة وبعبادة الله عز وجل إذا شفي من مرضه، ثم استجاب الله له، شفي من مرضه، ولكنه بعد ذلك تغافل وتقاعس ولم يقم بالوفاء بوعده لله عز وجل. فعندما سمع هذه الآية كأنه استيقظ من غفلته مرة أخرى، كأن الله يخاطبه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يحل لك الوقت أيها الرجل لكي تتذكر وعدك وتخشع لله عز وجل. إذا كما تلاحظون الشريط باللون الأزرق، كما قلنا إذا كان الشريط باللون الأزرق فأنت مطالب بكتابة مضمون الشريحة، أسباب النزول والنص الذي قمنا بقراءته. نصل الآن إلى المرحلة الرابعة، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الحصة الأولى، أحكام التجويد. القاعدة التي معنا اليوم هي قاعدة الإخفاء. سبق أن تعرفنا على قواعد سابقة ووصلنا إلى قاعدة الإخفاء. قاعدة الإخفاء هي قاعدة من ضمن قواعد النون الساكنة والتنوين. قبل أن نسرع في التعرف على قاعدة الإخفاء، سأقوم بتذكير ببعض القواعد الأساسية التي يجب أن نستحضرها أثناء تعرفنا على قاعدة الإخفاء. قلنا قاعدة الإخفاء هي قاعدة من قواعد أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة. النون الساكنة نكتب بها نون فوقها سكون، التنوين هو ضمتان فتحتان كسرتان. إذا هذه الصورة تحتوي على خطاطة، هذه الخطاطة فيها قواعد النون الساكنة والتنوين الأربعة، عندنا الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. سبقا تعرفنا على الإدغام في الحصة الماضية، الآن سوف نتعرف على الإخفاء. وأما الإقلاب والإظهار سنتعرف عليه في الحصة المقبلة إن شاء الله، أي في الشطر الثالث إن شاء الله من سورة الحديد. إذا نشرع الآن في التعرف على قاعدة التجويد التي معنا في هذه الحصة، وهي قاعدة الإخفاء. قبل أن نتعرف على المعنى الاصطلاحي لقاعدة الإخفاء، نتعرف على المعنى اللغوي من خلال هذا المثال البسيط. ماذا تقصد العرب بالإخفاء في لغتها؟ إذا المعاني اللغوية هي مطابقة كثيرا للمعاني الاصطلاحية، أي أنها تؤدي لنفس المعنى فقط، مع أن المعنى اللغوي في حياتنا العامة، المعنى الاصطلاحي نستخدمه في التجويد، تجويد القرآن الكريم. إذا ماذا تلاحظون هنا؟ جيد، نلاحظ دائرة حمراء، أو ممكن أن نعتبرها كرة حمراء. إذا لاحظوا ماذا سيقع لهذه الكرة؟ إذا ماذا وقع؟ قمنا بإخفاء هذه الكرة، هذه الكرة أخفيت. قمنا بوضع إما غطاء أسود، صندوق أسود، اعتبره ما شئت. إذا هذه الكرة لم نعد نراها، أخفيت. نعيد مرة أخرى حتى نلاحظ جيدا. إذا عندنا كرة حمراء أو دائرة حمراء أخفيت، وقع الإخفاء، أو بمعنى آخر نقول قمنا بستر هذه الكرة. إذا ماذا نقصد بالإخفاء في اللغة؟ الإخفاء هو الستر، أي نستر الأشياء
إذن إذا قمنا بتغطيتها بسترها أي أخفيناها. إذن لنطبق هذا على النون الساكنة والتنوين. إذا نلاحظ هنا إذا عندنا أربعة أمثلة، هذه الأمثلة سوف نطبق عليها قاعدة الإخفاء. طيب ماذا نلاحظ في الأول أو ماذا تلاحظون؟ إذا المثال نلاحظ أن هناك في المثال الأول المثال الثاني عندنا نون ساكنة، المثال الثالث والمثال الرابع يوجد عندنا تنوين وضعنا عليه دائرة حمراء. إذا نبدأ بالمثال الأول والمثال الثاني. كما تعلمون قاعدة النون الساكنة والتنوين جميع قواعدها نتبع فيها نفس الخطوات. إذا نستخرج النون الساكنة والتنوين، ثم نستخرج أحد حروف القاعدة. كما رأينا كل قاعدة عندها حروف معينة، قاعدة الإخفاء أيضا لها حروف خاصة بها. هذه الحروف تتجلى في هذا البيت الذي وضعه العلماء، لأن حروف الإخفاء كثيرة جدا مقارنة مع باقي القواعد الأخرى مثل الإظهار والإدغام والإقلاب. فكي نتذكر هذه الحروف يصعب علينا أن نتذكر الصاد، الذال، التاء، الكاف، لأن حروف اللغة العربية كثيرة. فقام علماء التجويد بصياغتها في هذا البيت كي يسهل علينا حفظها. إذا حفظنا هذا البيت فقد حفظنا حروف إخفاء. لكن ملاحظة، ليست كل هذه الحروف هي حروف للإخفاء، فقط الحروف صحيح الحرف الأول من كل كلمة عندنا. إذن نقرأ البيت أولا. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمع، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن الحروف الأولى التي باللون البني هي حروف الإخفاء فقط، وهي الصاد، الذال، التاء، الكاف، الجيم إلى آخره. طيب الآن نقوم بالتطبيق. إذا المثال الأول، إذا نقوم باستخراج النون الساكنة من المثال الأول. إذا قمنا باستنتاج، إذا نتعرف على ماذا يوجد لدينا في المثال الأول. دائما إما عندنا نون ساكنة أو عندنا تنوين. المثال الأول والمثال الثاني طبعا ماذا يوجد فيهم؟ توجد نون ساكنة، النون الساكنة الأولى، النون الساكنة الثانية، وقلنا النون الساكنة أي فوقها سكون. طيب إذا بعد ذلك ماذا جاء بعد هذه النون الساكنة؟ جاء بعد حرف التاء. طيب كيف أعرف أن حرف التاء من حروف قاعدة الإخفاء؟ أنظروا في البيت أين هو التاء. جيد، ها هو التاء في تقى. إذن هذا الحرف، إذن حرف التاء، إذن هنا يوجد لدينا إخفاء. المثال الثاني أيضا ماذا جاء بعد النون الساكنة؟ حرف القاف. إذن حرف القاف، هل يوجد لدينا هنا حرف القاف؟ حرف القاف، ها هو حرف القاف. إذن هنا يوجد أيضا إخفاء. نفس الشيء، إذن هنا ماذا لدينا؟ نون ساكنة أو تنوين؟ لدينا تنوين، أو الذي وضعنا عليه دائرة. ثم ماذا يوجد بعد التنوين؟ يوجد حرف الثاء. هل حرف الثاء من حروف الإخفاء؟ أبحث في هذه الحروف، ها إذن هذا هو حرف الثاء. نفس الشيء الفاء، هل لدينا فاء هنا؟ نعم، في الحرف الأول كما تلاحظون. إذن أربعة أمثلة كلها تحتوي على الإخفاء. الآن كيف نطبق الإخفاء؟ طيب نفس الأمثلة لدينا هنا. إذن قلنا الإخفاء في اللغة هو الستر. إذن كأن هذه النون الساكنة والتنوين سوف يقع لهم ستر، كأننا سوف نقوم بإخفائهم. متى نقوم بإخفائهم؟ إذا جاء بعدهم أحد حروف الإخفاء، حرف واحد فقط، ويجب أن يكون حرف مباشر للنون الساكنة التنوين، أن يقع مباشرة كما هنا وهنا أيضا.
يقع مباشرة بعد النون الساكنة أو يقع بعد التنوين مباشرة. طيب، إذا قلنا الإخفاء لغة والستر، اصطلاحا هو حالة متوسطة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة. يقع الإخفاء إذا جاء بعد أحد حروف الإخفاء كما رأينا. الآن إذا أن تخشع، نريد الآن أن نطبق قاعدة الإخفاء عن هذه الكلمة. إذا يجب كأن هذه النون لن يعود لها وجود، هي موجودة لكن في نطقنا كأنها ستكون مخفية. إذا قلت أن تخشع، هذا خطأ. من قبل، خطأ. مصفرا ثم خطأ. مختال خطأ. إذا كيف سأطبق التطبيق الصحيح؟ يقول لك هو حالة متوسطة بين الإظهار. الإظهار هو أن تقول أن، أنا أظهرت الآن من، أظهرتها، إذا أنا لا يجب أن أظهر هنا. والإدغام، الإدغام هو عندما ندخل هذه النون في حرف القاف. نعم، نحن لا نريد إظهار أو إدغام، ماذا نريد؟ نريد الإخفاء. إذا وحالة جاءت بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد، لا يكون هناك تشديد في النطق مع بقاء الغنة. الغنة ما هي؟ سبق أن تطرقنا إلى هذا المفهوم في كثير من حصص التجويد، صحيح؟ الغنة هي صوت يخرج من الأنف. إذا أردنا أن نطبق الآن، نقول أن تخشع من قبل مصفرا ثم مختال فخور. إذا ماذا لاحظتم؟ أن النون لم يعد لها، كأنها غير موجودة، التنوين غير موجود. ماذا يبقى؟ يبقى صوت الغنة. إذا مع بقاء الغنة. أعيد مرة أخرى، أن تخشع من قبل مصفرا ثم مختال فخور. جيد، أرجو أن تكونوا قد استوعبتم قاعدة الإخفاء. طبعا قواعد التجويد نتدرب عليها بالنطق كثيرا، هي قاعدة يعني فيها مهارة، مهارة النطق. إذا أحتاج إلى أن أستمع إلى كثير من المقرئين، أستمع إلى مواضع الإخفاء، وأستمع إلى كيف يقوم بنطق هذه القاعدة، ثم أتدرب وأطبق جيدا. إذا الشق النظري فأنت مطالب بالتعرف على المعنى اللغوي والاصطلاحي وحروف الإخفاء حتى تعرف موضعها، ثم الشق التطبيقي هذا يتدرب كثيرا من التكرار، كثير من الاستماع، وإن شاء الله تتقن هذه القاعدة. أخيرا نصل إلى تقويم مرحلي. إذا اللون الأصفر كما قلنا، ماذا يعني اللون الأصفر؟ ممتاز، اللون الأصفر يعني أنك مطالب بنشاط معين. هذا النشاط يتمثل في تحديد أي الكلمتين تحتوي على قاعدة الإخفاء. إذا عندنا كلمتين، من يشاء عند ربهم. إذا حدد أي الكلمات، أي كلمة من الكلمتين تحتوي على الإخفاء، هل هذه الكلمة أم هذه الكلمة؟ طيب، إذا كنت قد أجبت نتعرف على الإجابة. ممتاز، إذا عند ربهم صحيح، من يشاء خطأ. إذا هذه الكلمة هي التي تحتوي على الإخفاء، عندنا نون ساكنة ثم جاء بعد حرف الدال الذي هو من حروف الإخفاء. أما هذه الكلمة فهي تحتوي على قاعدة أخرى، ما هي هذه القاعدة؟ سبق أن قمنا بدراستها. ممتاز، قاعدة الإدغام. لماذا؟ لأن النون الساكنة جاء بعد حرف الياء الذي هو من حروف الإدغام، وهنا تشديد كما رأينا، من يشاء. إذن وحروف الإدغام كما نعرف جميعا ما هي؟ ممتاز، يرملون، 6 حروف تنقسم إلى إدغام كامل وإدغام ناقص. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الحصة الأولى، حتى لا أطيل عليكم كثيرا، قمنا بتقسيم هذه
الحصة إلى قسمين. الحصة الأولى وتعرفنا فيها على آيات الشطر الثاني من سورة الحديد، ثم تعرفنا على قاعدة التجويد، قاعدة الإخفاء. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم ما قمنا بالتعرف عليه، ونلتقي في الحصة الثانية إن شاء الله.